كشفت الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني رنا فقيه عن تسجيل أكثر من 1000 شركة لضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة من الجهاز الوطني للضرائب الخليجية حتى اليوم 668 شركة تعمل في مجالات متنوعة، وفي طور تنفيذ طلب التسجيل الذاتي لأكثر من 500 شركة. وأكدت فقيه بأن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية على استعداد تام لتلقي أي أسئلة أو استفسارات تخص ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بداية العام الجديد على مركز الاتصال، حيث بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي تم تلقيها حتى اليوم في هذا الشأن أكثر من 1500 مكالمة، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها جميعا عبر كوادر فنية متخصصة، فضلا عن أكثر من 500 استفسار تم تلقيه عبر البريد الإلكتروني. كما أضافت أن هذه القنوات ستواصل عملها بعد سريان ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2019 لضمان توافر المعلومة الصحيحة والدقيقة للمستهلكين والشركات المسجلة على السواء، مع استمرار وجود آلية الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا المجال مثل تطبيق الضريبة قبل الموعد المقرر أو على أي من السلع والخدمات التي لن تفرض عليها الضريبة بموجب أحكام قانون الضريبة ولائحته التنفيذية. ودعت فقيه مسؤولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عدم التردد في طرح أي أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة سواء عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية.